للمرة الرابعة على التوالي الحكومة الإسبانية تصادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 23 من مايو الجاري، مؤكدة أنه لا يوجد بديل قانوني عن حالة الطوارئ من أجل التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. إعلان الحكومة الإسبانية تضمن لأول مرة تدابير وإجراءات للتخفيف من القيود المفروضة في إطار الحجر الصحي، من بينها السماح للأطفال دون سن 14 عاما بالخروج بصحبة شخص بالغ، إلى جانب وضع حد أقصى ب 15 طالبا لكل فصل دراسي في العام المقبل. وكانت الحكومة قد أعلنت عن مخطط وخارطة طريق للرفع التدريجي لتدابير الإغلاق التام في البلاد، تتضمن 4 مراحل تمتد من يوم 4 مايو حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك حسب تطور انتشار فيروس كورونا. وعلى صعيد آخر، وافقت الحكومة أيضا على خط ائتماني ثالث من القروض المضمونة من الدولة لفائدة الشركات، بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا العاملون لحسابهم الخاص، بغلاف مالي يصل إلى 24.5 مليار أورو من أجل دعمهم ومساعدتهم، خاصة أن البلاد أحصت أزيد من 282.800 عاطل إضافي عن العمل في أبريل بعدما سجلت 300,000 في مارس، فيما بلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل المستوى التاريخي بحسب تعبير بيان وزارة العمل الإسبانية بارتفاعه بنسبة 137%. نسبة المتوقفين عن العمل لا تشمل الفرق الطبية التي لا تزال مرابطة في المستشفيات في العالم، إلا أن وزارة الصحة الإسبانية أعلنت أن أكثر من 70% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة كانت ضمن الطاقم الطبي، في حين سجل بالبلاد أقل من 200 وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي. وفي غضون ذلك قررت السلطات تمديد حالة التعبئة في البلاد وإلزام المواطنين بارتداء كمامات طبية في وسائل النقل العام، تزامنا مع اتخاذ الحكومة خطواتها لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.